سلقنا الشمندر كالعادة وبعدين استخدمنا هاي الأداة حتى نعمله على شكل كرات، وبعدين حطيت معاه الجوز المكرمل اللي حكيت لكم هلأ بشوي كيف طريقة إعداده، بالإضافة للأجبان حسب الرغبة. أما الصلصة كانت عبارة عن لبن زبادي مع عسل مع ماسترد أو خردل مع زيت زيتون، رشة أعشاب وملح وفلفل، وهيك صارت وصفتنا جاهزة. بنحتاج لجرجير، بدنا شمندر مسلوق، بدنا جزر، بدنا رمان، جبنة بيضة حسب الرغبة، حلوم، فتة اللي بدكم إياه، ربع كوب من الجوز المكرمل رح أقولكم عنه خلال الحلقة، بالإضافة للملح والفلفل، زيت زيتون، عسل، خردل، ولبن أكيد من المراعي، ورشة زعتر ناشف. طيب يا جماعة، هلأ كل اللي بدنا نعمله هو بدنا نعمل أول إشي الدريسنج. الدريسنج عبارة، حطيت هون معلقتين من اللبن من المراعي، رح أضيف لهم الخردل. طعمة هذا الدريسنج على حلاوة، ليه؟ لأنه فيه كمان عسل، فكتير بيلبق مع الشمندر. هلأ حطينا الخل، فإذا حطينا لبن، خردل، خل، العسل، أوكي، بالإضافة لزيت الزيتون، أوكي، هاي زيت الزيتون، وهي الملح والفلفل، هاي ملح وشوية فلفل، ما تكتروا الفلفل كتير بس بيعطي برضو نكهة بصراحة. هذا الملح هون حسيته كتير، بديش أخلطه كله. فإذا طلعوا هلأ كل هذا الخليط بدي أعمله هيك بطريقة كريمية، بصير معي بهذا الطريق وبهاي الكثافة، هيك الدريسنج عندي صار وضعه تمام. تمام. هلأ أستاذ سمير بدي أقولك عن الشمندر بس عشان سريعا. الشمندر سلقناه، بتقدروا تقطعوه بالطريقة الاعتيادية، ولكن أنا عندي هاي بس عملتهم على شكل كرات بهاي الطريقة حتى يكون شكلها أحلى للتقديم. أوكي، طبعا الباقي كل الشمندر الباقي اللي ما بنقدر ناخده بهاي الطريقة، عملت فيه شمندر، عملت فيه متبل الشمندر. أنا هلأ أنا بس وزعت الشمندر، وزعت الجزر المبشور عندي بيعطي كتير نكهة طيبة مع حلاوة الدريسنج والشمندر، بالإضافة للجبنة، وطبعا الدريسنج حطيناه بالوسط. ورح افرجيكم هلا هدول يا جماعه انا الي عملتهم 4 ايام، طلعوا قديش لسه بقرشوا، يعني لساته مقرمش ومكرمل، بضلوا بتحتفظوا فيه مثلا اسبوع بالتبر وير، تستعملوه بالسلطات كثير طيب. وانا برضه استعملته بكيكه الموز، حطيته مع كيكه الموز، بتلاقوه برضه زي ما قلنا على موقع رؤيا. فاذا حطينا العسل المكرمل، سوري الجوز المكرمل، وحطينا الدريسنج بالوسط، واخر شيء طبعا بدنا نزين بشويه رمان لانه كثير بيعزز اللون وبيلبق مع هالسلطه الحلوه. تمام، وهيك صحه وهنا على قلوبكم.